السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حنشوف مين أقوى بلبل في بيبة الباست. فرح نلعب 6 انزالات ثلاثية وانزال سداسي واحد في نهاية المقطع. رح نرشح من كل جزء 3 بلابل يمثلوا هذا الجزء وهم يكونوا أقوى 3 بلابل في الواقع. بينهم نزال ثلاثي وحيفوز بلبل واحد، فنفترض أن الشجاع بعدنا بروح لنزال حاسم أخير حيكون بين 6 بلابل من كل الأجزاء الستة. بعد كل هذه النزالات الثلاثية ونزالات سداسية في نهاية المقطع حنعرف مين أقوى في بيبة البيس وحنتوجه فوق جبل البلاب. قبل يا جماعة الخير باكم تفجوا بهذا المقطع لايكات واشتراكات وجبس تنبيهات، ولو حابين تشتروا أي بلبل من بلاب الظهر قدامكم يعني أغلبها متوفرة في متجرنا سويت توز، الرابط حيكون تحت صندوق الوصف، فلو حابين تشتروا تفصلوا لجميع دول العالم ويلا الحقوا على التخفيضات الموجودة في المتجر. ودحين خلونا نبدأ ونبيكم بلابل اللي اخترناها من كل جزء. نبغى نستخدم البلابل عشان دحين بنختار افضل 3 بلابل بينهم. هذول هم كل بلابل الجزء الاول من بيبة البيبس 18 بلبل. هذول هم افضل 3 بلابل. وهنا عندنا كل بلابل ايفوليوشن الجزء الثاني من بيبة 21 بلبل. 3 بلابل هي بلابل ترشحت لتكون افضل 3 بلابل في الموسم الثاني. وميض والشجاع المرة الثانية ترشحوا لانهم يكونوا اقوى بلابل في الجزء. هذول هم بلابل التيرب والنفاثة، طبعا هم 21 بلبل ولكن الشجاع ضايع الحين، ما ادري فين الشجاع من اوقع دور من بلاقي. الاختيار جدا صعب ولكن حنختار الجارح، جارح الرهاب واخيل النفاث والشجاع النفاث، بس خلينا نلاقيه عشان نقدر نلعب نزال ثلاثي. بلابل جي تي وبلابل جي تي حنختار ديابلوس البلبل الالكتروني ولهيب الجي تي. هذول كل بلابل سوبر كينج، اول واحد لوميض، بلبل الثاني الشجاع، والبلبل الاخير والمفاجاه واللي مجيب من اقوى بلابل في الواقع واللي هو تنين العواصف. الحين جينا الجزء الديناميت، هو من جد من اصعب الاجزاء في كل بيبتل لان البلابل فيه تقريبا كلهم اقوياء. ثلاثة بلابل في جزء الديناميت الوميض والشجاع والنيزك، وهذول هم اقوى بلابل في كل الاجزاء. يعطونا ثلاث جولات وهذه الجوله الاولى من بلابل الجزء الاول. شجاع الهجومي والوميض الهجومي والكل الدفاعي. الشجاع فاز في اول جوله. يفوز 2-1 وانا بعد الحين الثاني نزال ثلاثي. بلابل ابليوشن الوميض والهيب والشجاع الفارغ. اوكي والهيب يفوز في اول جولة. الثانية الهيب والميض والشجاع فاز. الجولة الاخيرة في المجال الثاني، يلا يا وميض على قبل كل الشرح يعني الوميض والشجاع اللي حيفوز في المجال. يا دوب بلابل التربو اخي الان موقف الحلقه الحين يلا وخذ الجارح. الجوله الثانيه جارح مهاب اخي سفر سفر. اوكي شجاع لقى نحن اخيل يضرب ايش بالحلقه ذيك اللي ما قد تفوت واخيل يفوت الجوله الثانيه. واحد الاخير واحد الجارح. الجوله الثالثه والاخيره جا اخيل يلا اخي هند الحاسب. طبعا يا جماعه الخير اللي يفوز يكون فاز في النزال لانه واحد واحد بينهم. اخيل يلا انا باخيل يفوز. هذا المفروض الجارح اقوى واحد في الدوره والمناء اخر شيء، فما اعرف هاي الجوله بس كذا استمتاعيه. اللي بعد الجوله الاستمتاعيه اوكي يلا خليك تفوز ضربه لا تفوز فاز الجارح. الحين يصير قوة عبالي. لا 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 جولة أخيرة نهائية خاصة يصير 5 جولات. خليه يصير 5 جولات. جولة أخيرة يلا أخي يفوز يلا أخي. ما أدري ليه أخي يفوز صراحة يعني. لأنه يا جماعة الخير في أول جولة وفي ثاني جولة فاز شجاع. فلا يفوز أخي لا يفوز الجارح. لو فاز شجاع مرة ثانية يصير شجاع أقوى من الحين أقول لكم إيه. اوكي اوكي او فاز اخيل يا دوب بلابل جي تي ديابلوس يلا يا ديابلوس انا بدي ابلش فوز يلا يا ديابلوس اوكي ديابلوس انتصر في اول جوله. الثانيه تهيب ديابلوس الالكترون يلا هو الملك المدافع الالكترون. اوكي ديابلوس قاعد يجلد وهذا اللي هي ونقطه اللي هي ونقطه ديابلوس.
والثالث اوكي في ثاني اليوم تحتاج معده وش قاعد تصير مبدئيا الرهيب انفجر والقاعده انفكت وديابلو سوى اللي يفوز لا ترى مستحيل يخسر ترى سوكين مين وش قاعد اوكي الامير من العواصف فاز من العواصف اوكي يلا ثانيه بول يلا شو يلا يلا تخاف يعني ما اقول يلا فاز من العواصف خلاص ما يحتاج نلعب جوله ثانيه يعني الفاز نزال واثنين العواصف لاست نزال نزال الاخير بين بلابل الديناميت الوميض الشجاع والنيزك ان شاء الله يفوز النيزك لانه انا احب النيزك يعني عارفين كيف فاير بلابل الديناميت وميس نيزك فاز شجاع فاز شجاع ايش احسب الشجاع الميت خمس خمس حلبه النيزك والشجاع خلاص الشجاع لو فاز ما حسم النزال ايش هو هذا تحمس اوكي اوكي هذا النيزك من الطبيعي نروح الجوله الاخير جوله لا تفوت الله اشجع لا يا ميت لا يا ميت كفو والله قاعد فاجئ والله يا تعادل تعادل لا لا انا متاكد 100% تعادل 100% تعادل ما فيش حل نزال الثلاث الاخير خلينا نشيل الاشياء هذه اوكي في لا تشجع من اربع اشياء اثنين شجاعين والاخير هم هذول ست بلابل منهم ثلاث صعوبات الشجاع هذا يدل لكم ان الشجاع خرافي واخير واحد اثنين عواصف واحد بلبل شخصية رئيسية حصلتها في جي تي وهذا البلبل واحد اللي هو ملك المدافع جبنا أكبر حلبة في الكرة الأرضية اللي احنا سويناها لما شفتوا المقطع راح تشوفوه ودحين راح نلعب نزال سداسي الحلبة لسه ما خلصت لسه بقية تعديلات شوف اللون هنا تقشر من الأطراف فيلا نزال سداسي جاهزني على البار طبعا ما له امر يفوز مستحيل يقول فاز الالكتروني ثانيه ايش صار يا اخي دقيقه يدي يدي كسرت استنى بعيده هذا بيبل جاء اصلا ما حيفرق فعالي يعني باقي شجاع المنتظر فاز خلاص اخر جولة يلا شجاع يلا شجاع يلا شجاع مين فاز تعال الالكتروني دافع تعادل بعد الالكتروني فاز ما دخلت في نهايه المقطع اكتشفت انه اقو بلبل حيكون بلبل الكتروني لانه طبيعي يشتغل البطاريات فحيكون اقو بلبل ولكن نعطي ثاني اقو بلبل للامانه الاسطوره التنين او تنين العواصف فهذا كان في العلم والله فهذا كان في العلم اليوم اتمنى عليكم مقطع عليها مثل لايك وشير وتفعيل التنبيهات تبغون تسوي الجزء الثاني من مين اقوى بلبل بعد نازل بلبل اقوى من هنا وبلبل اقوى من مقطع ثاني من إيه. في بلابل ما جبناهم يلا وصل المقطع 10000 لايك وصل قول وصل الختام 10000 لايك سهل شكرا على المشاهده ومع السلامه.